هنتكلم على البيزنس انتليجنس والبريدكتيف اناليتكس، نفرق ما بينهم الاول وبعدين هنتكلم على البرسبكتيف. الاول بيزنس انتليجنس، بص البيزنس فاليو، قيمه البيزنس بتاعتك مع بتعلى مع الوقت، والوقت بيزيد مع الوقت مع الفيوتشر، حطينا كده على الخطين ان كل شويه قيمتك كل ما بتطلع هنا بتعلى، والوقت هنا طول ما انت بتطلع للمستقبل. ماشي، فتخيل معايا ان احنا في الاول لسه في البدايه واخدنا شويه وقت، فقيمه الشركه بتكبر مثلا. في المرحله دي بنتكلم عن حاجه اسمها بزنس انتليجنس. هنتكلم ايه البزنس انتليجنت، التكنولوجيز ايه، والداتا تايبس بتاعتها بنوع البيانات ايه، والكويشنز اللي بنسجلها في الفتره دي، وبنبقى عايزين نعرف هي عايزين نعرف ايه في الفتره دي. في الطبيعي بنستشار ستاندرد ريبورتنج، يعني تقرير عاديه او حتى اد هوك ريبورتنج على حسب الوضع وكلام زي كده. بنعرض في المرحله دي داشبوردز جميله، بنعرض فيها شويه احصائيات، اليرتس موجوده، كويريز بنسيرش على حاجات، بتبقى دايما الداتا في الغالب تبقى ستراكشرد وعارفين علاقاتها واولها من اخرها. تراديشنال ريسورسز يعني مصادر البيانات معروفه التقليديه اللي بنشتغل عليها، مانجبل داتا سيتس، وقادرين نمانج الموضوع بالداتا سيتس المختلفه كويس جدا. الكومن كويشنز بتتسال في المرحله دي وات هابند لاست كوارتر، يعني اخر ربع سنه مثلا ايه اللي حصل في البيانات بتاعتنا واتجاهنا كان ماشي فين. How many did we sell؟ يعني بعنا قد ايه في الفترة الأخيرة وانتجاتنا كانت قد ايه ومكاسبنا وبتاع. Where is the problem؟ المشكلة فين ومفروض يعني المشكلة فين عشان نقدر نحل المشكلة، بندور على المشكلة عشان نقدر نحلها. الأسئلة دي تبقى نوعية الفكرة بتاعت البيزنس انتليجنس. لما تعلى بقى المرحلة البريدكتيف أناليتكس يبقى الوضع ايه؟ بتتكلم في أوبتمايزيشن، تحسين مستوى، بريدكتيف موديلينج يعني نماذج التوقعية، فوركاستنج توقع كله واستنتاج، ستاتستيكال اناليسيس في تحليل احصائي بتستنتج منه حاجات، بتشتغل على الاستراكشرد داتا، البيانات المنظمه واللي علاقه ببعض او الاستراكشرد اصلا داتا، الانترنال داتا البيانات الداخليه لو شركه، او الاكسترنال بيانات خارجيه من مواقع مش عارف ايه، ماسيف داتا سيتس بيانات حجمها رهيب وكبير جدا في المرحله دي. الكومن كويشنز ايه؟ الاسئله الشائعه في الفتره دي بنتكلم على في البريدكتيف توقعية، what if يعني إيه اللي هيحصل لو حصل كذا كذا كذا، what is the optimal scenario، إيه أفضل سيناريو for our business، أفضل سيناريو ممكن يوصله في البيزنس بتاعنا، what will happen next، طب إيه اللي ممكن يحصل بعد كده، what if this trend continue، يعني مثلا لو في حاجة أنا قست من البيانات إن الناس بتشتري حاجة فلانية، طب لو افترضنا قعدوا يشتروا الحاجة دي إيه اللي ممكن يحصل لو استمرنا، why is this happening، يعني ليه ده بيحصل؟ كل الاسئله دي بتتسال في البريدكتيف. فانت في المرحله دي البيزنس بتاعك قيمته بتعلى قوي والمستقبل بتاعك ايه؟ وبتبص لمرحله قدام، بتبص على 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 الفيوتشر بتاعك هيبقى عامل ازاي، وازاي تعمل اناليتكس مره، فالاناليتكس هنا عادي. خلاص؟ طيب نفس الفكره كده، عايز نفصل ما بين الديسكريبتيف والبريدكتيف، وحاجه اللي احنا الديسكريبتيف الوصفي طبعا، والبريدكتيف اللي هو التوقعي، بيرسبكتيف والبيرسبكتيف اللي هو بقى يعني يعني ممكن نقول استنتاجي، بس عندك حاجه اعلى من المستقبل، او اتحكم في المستقبل، احط وجهه نظري اللي انا عايز اوصل لها. هنشوف دي معناهم ايه. هو هنا قيمه بتعلى، قيمه المعلومه بتعلى والاناليسيس بتاعك، وهنا الصعوبه بتزيد، الديفيكولتي. خلاص؟ information وبيحصل optimization تحسين مستوى. inside يعني المعلومات بتاعتك، يعني بتحلل البيانات اصلا حصلت. insight تحلل البيانات في الواقع بتاعك. foresight بتحلل بيانات او بتوصل لتحليلات مستقبليه. اول حاجه descriptive analytics بتتكلم دايما على فكره what happened، ايه اللي حصل. خلاص؟ في المرحله دي دايما بتحلل بيانات موجوده اكزيست وبتبدا تحللها عشان تقول ايه اللي حصل. بتعلى شويه بتعمل دايجنوستيك اناليتكس اللي هي تحليلات تشخيصيه او استكشافيه، ان انت تقول فيها واي ديد ات هابن، ليه ده حصل، بتبدا بقى تشخص الموضوع ليه حصل كده. بتعلى شويه في المستوى بتاع الاناليتكس بتتكلم على وات ويل هابن، ايه اللي هيحصل،
خلاص اللي هي البريدكتيف اللي احنا كنا عامل شويه بريدكتيف اناليتكس، ايه اللي ايه اللي ممكن يحصل او ايه اللي ايه اللي هيحصل في المستقبل. البريسكريبتيف بقى، البريسكريبتيف اناليتكس بيتكلم في ايه بقى؟ هاو كان وي ميك ات هابن، ازاي نقدر نخلي ده يحصل؟ يعني ايه؟ خلاص البريدكتيف بيقول طالما احنا ماشيين كده يبقى احنا في المستقبل هيحصل كذا، اللي ممكن يحصل قدام كذا. ده السنتاج ده يكون مستوى كويس جدا، المستوى ده بقى اعلى شويه يقول لك طب مثلا ده ممكن يستنتج مثلا احنا بالطريقه دي كده هنحقق نجاح 70% من اللي احنا كنا عايزينه. ده البريدكتيف اناليتكس. هنا ايه البريسكريبتيف يقول لك ايه؟ لا لا طب انا عايز اوصل على الاقل 90%، اعمل ايه بقى عشان اوصل 90%؟ فاقول والله اصلا ماشي 1 2 3 فاوصل لاربعه، لا انا مش عايز اوصل لاربعه، انا عايز اوصل لسته، عايز اوصل او سبعه، عايز اوصل لسبعه. يبقى خلاص يبقى لازم خطوتنا تبقى اكبر، اقول امشي 1 3 5 يبقى الخطوه بعدها سبعه. فهنا بعمل ايه بقى؟ شوف اللي انا عايز اوصل له ايه وهيئ بقى الخطوات اللي انا ماشي فيها بحيث تبقى اوتوماتيك في في البريدكتيف. لو مش تعرف الخطوات دي يبقى اوتوماتيك هتؤدي الى النتيجه اللي انا ايه اللي انا عايزها. ده كان الايه الجزء بتاع الديسكريبتيف والبريدكتيف والايه والبريسكريبتيف.